السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف ما كتشوفوا اليوم الطبق ديالنا هي واحد الشوربه خفيفه وسهله، وكتوجد دغيا الخضر اللي كتواجد فيها دغيا كتطيب سهله وبسيطه. تقدروا توجدوها في الفطور ديالكم اذا كنتوا صايمين، ولا في كوجبه عشاء متكامله ان شاء الله توجدوها وتنال الاعجاب ديالكم. من باب التغيير ماشي ديما الحريره، ماشي ديما شوربه الخضر مشكله. هنا ثلاثه ديال الانواع ديال الخضر اللي ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. نبداو مع على بركه الله. عندنا هنا واحد القطعه ديال البروكلي، انا عندي شويه ديال البروكلي ماشي بزاف. هادي نقطعو، هادي نحيد له داك الاعشاب اللي كتكون فيها، داك الوريقات الخضر اللي كيكونوا فيهم نحيدهم. هنقطع وحده وحده نديرهم في واحد جبانيه ولا واحد طنجره صغيره. هنضيف له الماء، نغطيه بالماء وهنضيف له شويه ديال الخل. هنكب عليه واحد القياس ديال 4 كاس ديال الخل. يلا داك الخل باش كينظفوا مزيان من داك الاتربه ومن داك المواد الكيماويه ديال المبيدات اللي كيكون فيه، حيت صعيب باش يتغسل غير باليد. كنخليه واحد نص ساعه ومن بعد ندوز نوجد الشوربه ديالي. هناخد واحد البرو او البصل الطويل، كل واحد اش كيسميه. هنحيد لك الاوراق اللي كيكونوا برا، هنحيدهم. هادي نغسلو مزيان، غنقسموه في الوسط ونغسلو مزيان، عاد ندوز باش نقطعو. اذا كنت بغيت الشوربه باش تكون فيها القطع ديال الخضر باينه في الشوربه، هادي نقطعهم قطع صغيره بحال اللي كتشوفوا هنا. واذا بغيت باش الشوربه باش نطحنها، الا كنت غنطحن كلشي ما تبانش الخضره في الشوربه باينه، خصوصا الدراري الصغار كيبقاو ما كيبغوش الخضره تكون باينه. هادي نقطعو قطع عشوائيه، هيدا كبيره ونديرو في الطنجره كلشي دقه واحده. هنضيف واحد البطاطا كبيره، قشره مقطعه كذلك حتى هي عشوائيه ومربعات كبيره. هاد الاثناء كتكون جالس واحد نص ساعه على داك البروكلي، كنصفيه وكنغسلو مزيان بالماء، وعاد كنضيفو للطنجره. وداك القالب الكبير حتى هو كنقطعو صغير، كنضيف واحد جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون او معلقه كبيره ديال الزبده، معلقه صغيره ديال الملحه او معلقه ونص، نص معلقه ديال الابزار غير شويه، واحد الورقه ديال لوريل ورقه سيدنا موسى. انا كيعجبني المذاق ديالها هيدا في الشوربات ولا في الخضره، هيدا الصوتي كيجي مزيان معها ورق الغار. كندير داكشي كيتشحر على نار متوسطه حتى كتشحر هيدا الخضره باش كتدي واحد المذاق. هاد الاضافه اللي بغاها، اللي بغى يضيف واحد الربيع ديال الليمون باش كيحيد داك الجهد المذاق قوي ديال البروكلي، ما كيبقاش بزاف. كنعطي شويه الحموضه اختياري اللي بغا يضيفو، اللي ما بغاش كيكتفي بالخضره اللي كاينه. صافي كندير داكشي على النار يطيب، كندير واحد يطرد الماء وكنخليه يغلي حتى كطيب الخضره. هيدا كنبدا نشوفها هيدا بالموس كنشوفها طابت ومنتبرد شويش، عاد ندوز باش نطحن كلشي. غنحيد طبعا داك القطعه ديال الليمون اللي كنت ضفت، اللي قلت اختيار اللي بغى يضيفوه هو هذاك، اللي ما بغاش ما يضيفوش. وهنحيد كذلك ديك الورقه سيدنا موسى حتى هي نحيدها. عاد هنطحن الباقي الخضره كلشي نطحنو. هذا بالنسبه للناس اللي كيبغيو يطحنوا ما تكونش باينه الخضره في الشوربه، اللي بغى الخضره تكون باينه طبعا كيخلي قطع صغيره، قطع الخضره كتبقى صغيره في الشوربه. هنضيف ديك الشوربه في الطنجره، هنرد على نار تكون متوسطه. هنضيف واحد كاس صغير ديال القشده الطريه، او اللي ما بغاش القشده الطريه يقدر يجي يدير جوج قطع ديال جوج مثلثات او يوغور طبيعي مسوس. صافي كندير تغلي واحد شويه ومن بعد كنطفي عليها وكنقدم الشوربه ديالي هيدا في صحن التقديم او في زلافه بالصحه والراحه. كتجي صحيه وخفيفه وكنبدلو باش ديما نفس الانواع ديال الشوربات. وبصحه والراحه لفيديو اخر ان شاء الله.